اتنين طريقة الإنفاق. ويقصد بالإنفاق هنا الإنفاق الاستهلاكي والإنفاق الاستثماري والإنفاق الحكومي وإنفاق العالم الخارجي. لو جمعت الإنفاق الاستهلاكي زائد الإنفاق الاستثماري زائد الإنفاق الحكومي زائد الإنفاق العالم الخارجي هحصل على ما يسمى بالناتج المحلي الإجمالي بطريقة الإنفاق. ولابد أن أؤكد هنا في هذا المقام على أن الناتج المحلي الإجمالي بطريقة الإنفاق هو لابد أن يتساوي تماما مع الناتج المحلي الإجمالي بطريقة الناتج التي انتهينا منها منذ قليل. الإنفاق بشكل عام لابد أن يحتوي على كما ذكرت على البنود الأربعة: الإنفاق الاستهلاكي والإنفاق الاستثماري والإنفاق الحكومي والإنفاق العالم الخارجي. بالنسبة للنقطة الأولى اللي هي الإنفاق الاستهلاكي، يتمثل الإنفاق الاستهلاكي في مجموع القيم النقدية للسلع النهائية والخدمات التي يستهلكها الأفراد، ويشتمل ذلك على الإنفاق على السلع المعمرة وعلى السلع الغير المعمرة. اثنين الإنفاق الاستثماري، ويقصد بالإنفاق الاستثماري مجموع القيم النقدية للسلع الاستثمارية رأس مالية التي تستخدم في إنتاج السلع والخدمات النهائية بواسطة القطاع الخاص أو بواسطة القطاع الإنتاجي. أي ويتضمن الإنفاق الاستثماري الشراء النهائي للعدد والمعدات والآلات بواسطة رجال الأعمال. اثنين جميع المنشآت من مباني سكنية ومصانع ومراكز تجارية. ثلاثة التغير في المخزون، ويقصد به التغير والذي يقصد به التغير في المخزون السلع من مواد أولية ووسيطة وسلع نهائية. فالإضافة إلى المخزون هذا جزء من الناتج، وبالتالي لابد من إضافته عند حساب الناتج المحلي الإجمالي. والسحب من المخزون جزء من إنتاج الفترة السابقة، ولابد من طرحه من حسابات الناتج المحلي الإجمالي. الجزء الثالث من الإنفاق، والمقصود به الإنفاق، والجزء الثالث وهو الإنفاق الحكومي، ويقصد بذلك الإنفاق الحكومي على الاستهلاك وعلى الاستثمار، ويشمل جميع مشتريات الحكومة من سلع مختلفة وخدمات، إضافة إلى الإنفاق على المدارس والمستشفيات والطرق والبنية الأساسية. أما مدفوعات التحويلات، فطالما أنها لا تمثل مساهمة من المنتفعين بها في الناتج ولا تعكس أي إنتاج، فإنها لا تدخل ضمن الإنفاق الحكومي. رقم أربعة إنفاق العالم الخارجي، ويقصد بإنفاق العالم الخارجي صافي الصادرات، وهو قيمة الصادرات مطروحا منها قيمة الواردات. وعلى ذلك يكون صافي الصادرات هو الصادرات ناقص الواردات. وعلى هذا يمكن القول بأن الناتج المحلي الإجمالي بطريقة الإنفاق يساوي الإنفاق الاستهلاكي زائد إجمالي الإنفاق الاستثماري زائد الإنفاق الحكومي زائد صافي الصادرات اللي هو الصادرات ناقص الواردات، مع العلم بأن لابد أن نركز على أن إجمالي الاستثمار المقصود بهنا بإجمالي الإنفاق بإجمالي الاستثمار هو صافي الاستثمار زائد إهلاك رأس المال، وصافي الصادرات هو المقصود به الصادرات ناقص الواردات. ناخذ الآن مثال رقم 2، بنقول بمعلومية البيانات التالية: احسب الناتج المحلي الإجمالي بطريقة الإنفاق. إذا كان عندنا الإنفاق الحكومي بيساوي 1200 مليون، صافي الاستثمار 600 مليون، إجمالي الاستثمارات 840 مليون، إجمالي الواردات 600 مليون، الإنفاق الاستهلاكي 1000 مليون، صافي الصادرات سالب 200 مليون، إجمالي الصادرات 400 مليون، إهلاك رأس المال 240 مليون. بيقول لك احسب لنا الناتج المحلي الإجمالي بطريقة الإنفاق. بنقول الناتج المحلي الإجمالي بطريقة الإنفاق حاجة بسيطة خالص، بنكتب القاعدة بتاعتنا. القاعدة معروفة: الإنفاق الاستهلاكي زائد الإنفاق الاستثماري زائد الإنفاق الحكومي زائد إنفاق العالم الخارجي. بنقول بنطبق تطبيق مباشر خالص للقاعدة ديت، بنقول الناتج المحلي الإجمالي بيساوي 1000 زائد 1200 زائد 840 زائد سائب افتح قوس سالب 200 اللي هو إنفاق العالم الخارجي اللي هو صافي الصادرات اللي هو صادرات ناقص الواردات. يعني إذن القصة كلها أو الإنفاق أو الناتج المحلي الإجمالي بطريقة الإنفاق هيطلع لنا في النهاية 2840.